بغينا علاش تجينا ولادنا اللي بغينا علاش تجينا ولادنا اللي بغينا علاش تجينا باش تعطيني مع علينا واحد الممثل ولادنا اللي بغينا ولادنا اللي بغينا ولادنا اللي بغينا علاش ولادنا اللي بغينا ماشي المخزن اللي بغاه إذن مشاهدينا كما كتابعوا معنا في هذا البث المباشر والعاجل من قلعة صراغنة، فعائلات ضحايا الهجرة السرية في مسيرة احتجاجية بعد فقدان 51 شاب من مدينة العطاوية. مشاهدي قناة هذه 51 من العطاوية غادرة دابا 47 يوم، دابا خرجوا من أكادير والسمسارة ضحكوا عليهم، داو لهم فلوسهم وداو هما ما تنعرف لهم، إلا ميتين بغيناهم إلا حيين بغيناهم. دابا جواد ياتي لا داعي لذكر الأسماء، قول لي شحال من يوم دابا باش خرجوا وليداتكم؟ 47 يوم ما عندكم حتى شي أخبار عليهم؟ والو ما لقينا حتى أخبار، أخبار ما لقينا، ما عطاونا لا هلا بلا بشوي لا بشي لا. شحال من واحد مشى؟ شحال ديال الشباب؟ 51 من العطاوية كلهم وليداتنا كلهم مشاو، راهم تكرفسوا علينا هاد الناس لا اله الا الله. دابا داو لينا الدراريين مشاو لا دراري لا فلوس. شحال ديال الفلوس مشى لكم؟ 4.5 4 المليون ونص على اساس البحر، على اساس الشتاء البحر باش يحرقوا الدراري، الزيتون يبس في الصايب يبس كل شيء يبس، ما بقى ما يتشاف. عندنا قاعدين لا اله الا الله محمد رسول الله، يمشيوا ينقذوا راسهم ينقذوا والديهم. بعد ما جاب الله شاي بغينا احنا وليداتنا، دابا نقلبوا ضحكنا على وليداتنا، يا ميتين بغيناهم يا حيين بغيناهم. من خلال هذه المسيره باش كطالبوا سيدي؟ كنطالبوا المسيره غير وليداتنا، ما نطالبوا حتى حاجه، ما بغينا شي حاجه من غير وليداتنا. لا كانوا حيين بغيناهم، كانوا ميتين بغيناهم، باي طريقه باي طريقه بغيناهم. بلادنا في خطر. اكيد شويه خويا راه شويه. السلام عليكم اخويا، كنطالبوا بالحق ديال الدراري اللي اختفى نهار 16/2023، ما بقات وصلنا حتى اخبار مقاطع الخط عندهم في اكادير، وحنا كنطالبوا دابا من السلطات الحق ديالنا، لان هاد الاولاد ديالنا خاصهم يبانوا يا ميتين يا حيين. وكنطالبوا الفرقه الوطنيه تكون توصلنا بشي خبر، كنوصلوا فاك الدوس باش حنا من نهار تكلفت الفرقه الوطنيه ما بقاش حتى اخبار، ما بقاش حتى اخبار. حنا كنطالبوا من السلطات لا الداخليه لا الخارجيه انهم يتضامنوا معنا، قلبوا معنا على الدراري، حنا محروقين عليهم، قلبوا معنا راه حنا محروقين على هاد يا ميتين يا حيين بغيناهم. هادشي كنطالبوا حنا من السلطات، كنطالبوا محمد السادس بان ولادنا يا ميتين يا حيين بغيناهم، يبانوا في اقرب وقت، يا ميتين يا حيين بغيناهم. راه حنا ما كنعسوا ما كنشوفوه، ما عيدنا ما بقينا بخاطرنا، كاع العائلات 51 عائله كلها بات تسطى، الناس ما كيشوفوه، كلشي مريض، العائلات كلهم مرادين، الوالدين كاع مراد، وحنا خوتهم مضرورين حتى حنايا، والله طالع بينا وباغي هادشي كنوصلو لمحمد السادس. شحال من يوم هادي باش اختفاو هاد الشباب؟ دابا تكون شي 50 يوم. 50 يوم يعني 51 51 هادشي كنطالبو، حنا كنطالبو من الامن الوطني والدرك الملكي المسؤولين الكبار انهم يديروا معنا شي بحث يبين هاد الميتين اللي حي جميع السلطات. وشكرا. كنطالبو خبره،
كنطالبوا بالخبره ديال التليفونات، الخبره ديال التليفونات، كنطالبوا بالخبره ديال التليفونات ديال الدراري. اي حاجه، حيت الناس غير واحد مات في فرنسا وقعد ضجه، غير الجزائري، وحنا مغاربه رايان ديك نهار طاح في البير، كاع المغرب كله تضامن معاه، حنا 51 عائله، 51 طفل اللي فقدوا، ما بقاش عليهم الخبر، نهار 16/2023، حنا كنطالبوا بالخبره، نطالبوا بالمسؤولين. وصلنا بشي حاجه ما بقينا توصلنا بشي حاجه، درنا شكايات ما خلينا ما درنا، مشينا للرباط مشينا لاكادير ما خلينا حتى قنته ولو بغى يتضامن معنا شي واحد. هادشي كنطالبوا، هاد الميساج وصل محمد السادس وشكرا. المغاربه خير قاعد هاني الله يحفظك. مشاهدي قناة شوف تيفي كما تابعتوا معنا من خلال هذا البث المباشر من قلعة الصراغنة، فعائلات ضحايا الهجرة السرية 51 من الشباب من مدينة العطاوية اليوم العائلات ديالهم كينزلوا لشوارع قلعة الصراغنة، شوارع مدينة قلعة الصراغنة في مسيرة احتجاجية كيطالبوا بالأبناء ديالهم بغاو يعرفوهم فين مشاو. هذا غادي يروح.